السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل شوية راح جبت النوت 9 اللي هو هاي، ومع الهدايا الموجودة بس أدخل للبيت أسوي لكم أنبوكسينج للنوت 9. وهسا وصلت لي البيت وهذا هو الجهاز. أما هاي الأشياء فهي الأشياء طلب المسبق، الهدايا مال طلب المسبق راح إن شاء الله باكر ينزل لكم الفيديو مالتهم، راح اسوي لها انبوكسينج. هسه عندنا اليوم عندنا هذا انبوكسينج، فتح صندوق مثل ما شفتوا بعنوان الفيديو هذا، اول واحد بالعراق يحصل على جهاز النوت 9 النسخه الزرقاء اللي هو هاي اللون المميز اللي يجي وياها القلم الاصفر وبنك اعتقد صوت مزعج راح احطه في هاجي. هيك احسن. فهذا قبل شوية، مو قبل شوية، تقريبا ورا الظهر العصر يلا وصل يبهم بالشركة، كان موجود بس اللون الأسود. فهذا من إجا اتصلوا عليه قالوا تعال. فأول شيء نجي من المواصفات، طبعا 128 جيجا الخزن، 6 جيجا رام لأنه بس هذا النسخة اللي تنزل بالعراق. والفرق بين هاي النسخة وذيك النسخة تقريبا $300، شفت الموجود باقي الدول بدي أطلبها، بس قلت يعني ماكو بالعراق اصلا، يعني قاعد انتظرها وما لحق ما راح الحق عليها. فطلبت هاي النسخه وقلت هي فقط $300 استفاد منها، ليش انطي زياده. هنا أنا مثل هنا أنا كاتبين المواصفات، كود اتش دي سوبر اموليد. هنا أنا الكاميرات، هاي 6 جيجا رام و 28 جيجا ميموري، اس بين، بلوتوث، ريموت كنترول. تم قياس الشاشه القديمه اعتبارها مستطيله الشكل، سعه الذاكره متاحه للاستخدام، تعتمد على البرامج التي تحيط بها. المهم هسه هاي هيجي، طبعا هاي التغليف ما تختلف عن التغليف العادي اللي كان موجود وباقي التليفونات، اللي هو هسه اروح اجيب الباكيت مال التليفون S7A واشوفكم شلون التغليف ماله. هسه راح اجيبها، طبعا هذا التليفون S7A مجرد هيجي عادية وتليفون جوا، بس هذا شوية يعني مستوى تحسين تغليف احسن. هيجي هذا طبعا وجدت اللي افتحه قدامكم حتى تشوفوا هذا بعده مو مفتوح، ستشينا ونفتحه. خلنا ننزل الجهاز شويه هيج، تمام فتح الجهاز. سمنا أنا مغناطيس، أول شيء هذا نشوف نوت 9 نفتح. أول شيء طبعا راح نلقى هو هذا الدمبوس اللي نطلع منه السيم كارت، وجوا راح نلقى آية اللي ما حد يقراها أبد، زائد الغلاف سيليكون يعني الجودة ماله كلش حلوة كل زينة. وجوه طبعا نلقى الجهاز، هذا هو لون مميز كلش حلو الأزرق الغامق، ونختارته حتى لأن لون القلم ماله يكون مميز. وهسه نجي للحظة يا هيج أحلى شيء، وأنا أحلى شيء الشيرة مالته. هاي طبعا هذا من هنا، او نخليه هنا هسه ونشوف شنو بعد جوا موجود. هاي هيك ممتاز، اكو من هاي ما شفت مراجعات كانوا حاطين الثلاثي، بس هذا كلش يفيدني حاطين لي من هذا. ليش؟ لانه بروسيا ماكو بس دائري، فاني راح اخذ روسيا فاحتاج الدائري، قلت بس لا ينطوني من ذاك الثلاثي ابد ماكو بروسيا نهائيا. فهذا الدائري ممتاز. الشاحن السريع طبعا اللي هو هذا 0.5 ما اعرف ايش المهم، وهذا اضافه لتايب سي من هنا يصير فلاش.
فين هذا؟ هذا تايب سي، هذا هذه اثنين. طبعا المراجعات ما كانت موجوده من شفتها على اليوتيوب، او قسم مسوي فتح صندوق، بس هاي ما كان يطلعوها اثنين. والله زين، شنو هاي؟ هاي تحول تايب سي الى يو اس، هذا العادي. هذا زين يعني، ما شفت انه احد موجود عندهم. نجي هنا طبعا، هاي مال تبدل بيها القلم، يجي ويا النوت. وعندنا هاي اللي هي سماعات الاي كي جي الاحترافية. وعندنا هذا السلك الشحن، هو لما الربط يربط بالحاسبة. وعندنا هاي، هاي مال السماعات خاف تخرب، حاطين اشياء اضافية. وهذا هو كل اللي بالصندوق. نرجع هسه على التليفون الخرافي اللي هو نزل اليوم، وصل للعراق قبل تقريبا ساعة، بس هسه قبل كم ساعة خبر هذا حجبته. المهم، فطبعا اكيد تعرفون وشاهدتوا باليوتيوب انه اهم شيء غيره هو البصمة، كان مكانها. طبعا هسه اذا ازم الجهاز ما اصبح ما يوصل له، ارفع هيج يلا يوصل. هسه مكان كلش حلو عادي، انا لازمتي عادية وصلت، قبل كانت ما توصل معه الا رفاه لي فوق. التحسين الثاني اللي هو بالكاميرا مثل ما تشوفون، اللي هو هذا الكاميرا، كاميرا عريضة اللي هي تتغير من فتحة العدسة من 1.5 الى 2.4 على ما اعتقد، 12 ميجا بكسل. بس طبعا هي قوة الكاميرا بتنقاس بالميجا بكسل ابد، يعني اهم شيء انه الحساسات فتحة الكاميرا وهذا الحكي. هنا أنا نفس الحالة، كالحساسات الكاميرا الامامية، وهذا هو القلم. طبعا اللون المميز اللون الاصفر، حتى تتميز انه عندك نوت 9، انه من قدام تقريبا نهائيا ما راح يختلف عن النوت 8 الا بحجم الشاشة. زادت انش واحد بس، مستحيل واحد يعني من بعيد ما راح يفرق بيه، فانت اذا شافك شاشة القلم راح يقول عندك نوت 9. فان شاء الله يفيدني بالدراسة. طبعا اخذت النوت 9 لنستفاد من القلم بالترجمة وهاي الاشياء. طبعا اكو سماعتين استيريو، طبعا اثنين مو نفس القديم. هنا أنا سماعات مال الاذن، وهذا فتحة التايب سي، وهذا دوز يعني يدعم شريحتين. هاي جوا مش مكتوب نفس ذاك، نفس شو اسمه يو كي فيتنام بين السوالف. فهاي فتحت الصندوق، وهنا نكون وصلت نهاية الفيديو مال الانبوكسينج. اما بالنسبة لهاي الاشياء فراح اسوي الانبوكسينج، ومو اليوم ان شاء الله، باكر راح ينزل لكم شنو الاشياء اللي تجي وياها. هي الاشياء طبعا هاي اللي جتي تجي بس ويا اللي يطلب الجهاز طلب مسبق والضمان من شركة الجهاز. وصلت الى نهاية الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. هسه راح اشحن الجهاز واجربه. مع السلامة.